بالضبط. هو فيه منذ الاستقلال كان تفكير باش الولي يكون عنده قانون او يكون عنده انستاتيو، ولكن كل مره كل ما كانت ورشه ابدا ما يعني رات النور. السيد رئيس الجمهوريه اخذ على عاتقه ان بصفه نهائيه ان يعني يحدد صلاحيه الوالي وان يدعمه بهذا القانون هذا الاساسي. الحمد لله كان فيها ورشات عملت، راهي رانا في يعني الطور الاخير وان شاء الله سير النور بعد نهايه هذه السنه، والذي ياتي لتحديد مهامه ولتحديد علاقاته مع يعني المحيط تاعو مع الاطراف الاخرى، وياتي كذلك لتحديد صلاحيات هؤلاء وهؤلاء بالنسبه لي بالنسبه للعلاقات تاعهم مع الوالي. اذا يكون له اكثر فعاليه واكثر قوه واكثر وجود، واللي يسمح له باش يمضي قدما وفق استراتيجيه محكمه مبنيه على مكنونات الولايه، مبنيه على النقائص التي يكون قد سجلها بدايه، مبنيه على ما يريد ان يجعل منها في اطار ما يسمى بالمخطط الوطني لتهيئه الاقليم. ويعني بالنسبه للنظره الاستشرافيه، الولي مدعم بهذه النصوص القانون اللي يحميه، ومدعم بالهيئه التنفيذيه اللي تحدد الصلاحيه تاعو.